السلام عليكم حبيباتي، سمحوا لي كي عطلت عليكم ما بارطاجيتش معكم صوالح. الله غالب الظروف شدوني، دوكا جبت لكم اليوم لي ميني تارت وندير لكم وحده تانيه كبيره وتشوفوا كيفاه المقادير. بسم الله، هنا واش عندي؟ عندي 500 غرام فرينه، رشه ملح، كاس تاع سكر كلاصي، حبه بيض كومبلي، 250 غرام مارغرين، مغرفة تاع قهوة تاع لافاني. هاوليك واش عندنا دوك. نبداو بسم الله. اليوم حنخرج لكم في الطابلة هكا، نديرو هنا حبسة هكا، ندخو ندير لافاني تاعي، مغرفة تاع قهوة تاع لافاني، عندي رشة ملح عندك هنا، وعندي سكر كلاصي كاس. دوك نخلطو قبل كاع هادو هكا، هاد الحاجة كاس اللي تكون ماشي ليكيد. هنا حبيت نخلطها فوق الطابلة باش تشوفو كيفاش حن دير، ما حبيتش نديرها في اليان ولا في الكسعة. فوالا هايليك هكا، زيد لها ديك 250 غرام تاع مارغرين اللي تكون اون بوماد، خرجناها من قبل باش تكون رطبه ماشي يابسه. هايليك ما نخليو والو، هايليك فوالا. نزيد هاديك حبه بيض، وشتو معايا؟ بسم الله. هاديك كيفاش هنديرو هكدا برك غير بصبعتينا هكا، هكدا غير بالعقل، راني نخدم صبعتي وراني نعبص. هاي سي كوم اون بات صابلي بغيزي كلها، هاي نخدم ونجي ندخل هاد لي كوتي لو بورتور، ندخلو للوسط فوالا. هكدا هاكو تشوفو كيفاش راني نخدم. نعاود ندير هكا، ها راني نسلخ مانيش نعجن، راكو تشوفو معايا. نعاود تاني نزيد ندير هكا، نجمع كاع لي كوتي، نخدم غير في الوسط. هكا باش يتجانسو كاع داك البيض والمارغرين باش تجيني لاباط هايلة. هاديك فوالا، ها راني نسلخ فيها، تشوفو معايا. بدات لها لي لا ليفير اي والو، زيد لها شويه الفرينه، مرش لها شويه من تحت برك ماشي حاجه. باش نجمعها برك هكا، نخليوها ترتاح. صح انا ما حاش نخليها ترتاح، حنخدمها معاكم ديريكت وتشوفوا معايا. هاكو تشوفوا لاباط هايلة ليس، هاي لي كرتبة كيما تاع لي صابلي، ما راهي يابسة، ما راهي طرية بزاف وما راهيش تلصق. هاكو شفتوا معايا كيفاش عجنتها،
سهله ومهله. فوالا فوالا بسم الله اللي وليت عندكم لو طون. وجدت هاد لي بابيي اللي قطعتهم كاريات لهادو. فوالا نكمل بعد نوريكم على واش. ودابا عندي لكم ثاني وحده كبيره ها هي لي ثاني هادي كويسون نقولو نفهمكم واش كاين. هاي بسم الله دوك نديرو شي لافارين. انا ما نديرش الزبده هنايا باسكو ديجا لاباط راهي فيها مارغارين صافي ما نسحقوش. ولا هادو بلا ما نديرو لهم باسكو هادو ولاو من نقطعين غير لا بروميير فوا كي تشيلهم لي دهني لهم سينو سي بون خلاص ما تعاونيهمش دهنيهم. بسم الله دوك نبدا لاباط تاعي هايليك ندردرو شويه الفارينه كانوا تحلوها فوق الساشي تزيدوا لها الساشي باش ما تجيكمش واعره كي ترفدوها. هاديك نسيي نرفدها هنا باسكو لاباط رقيقه بزاف رهيبه. ها مدرتهاش ياسا تجيني لاباط هايله. نسيي نطيب نطلع كاع هاد الحواف راني نعبص في الوسط ونطلع في لي كوتي ما حبيتش نحلها بزاف باسكو طريه لاباط وهم نخليوها تروبوزر ساعه في الجدار. انا طونك ما خليتهاش راني حليتها معاكم ياك ما فيهاش لا ليفير لكم لاباط بريزي الله الله مرمله مبسه. ندير كاع لي كوتي هادو راني نطلع هاكا راني نخدم وراني نطلع باش من بعد نقص لهم شويه. منديروهاش خشينه كيما نحلو لي صابلين هاكا في الخشويه ماشي رقيقه ماشي خشينه. نخرج كاع لي كوتي هاكا ها نستعمل هدا هايلي هاكا باش يكونو كيف كيف كيما هنايا لتحتا. الخشونية تاعها متكونش رقيقة متكونش خشينة هايلي. راني طلعت كاع هاد لي كوتي ونزيد نعبص في الوسط باش نديرها مساوية كاع كاع كيف كيف. فوالا نسيي نقص واش لي مسحقيتش سينو نديرو هكا بيدينا وما حبيناش نديرو الروزو. هاهي كاين بزاف لي فاصون هاهيك بعد نعاود نزيد نسقمها يديكم هي لي ترد هي لي تساويها هاهي. شتينا كاع سوا سوا فوالا دوكا هادي واش حندير لها
ما حنتقبها انا الورق ما فيهاش لا غير حنقطع هاد الورقه باش ما يطيحوناش لي كوت يعني. فوالا هكا هكا سيدي كاع انجريدي هكا يعني راكم تشوفوا معايا ان شاء الله راكم تشوفوا بيا هاديك ندير كاع هكا حتى لي كوت تاع هكا هكا باش ما يطيحولناش لو بورتو. نعبص على كاع لي كان كبز بزاف شويه علاش درت هذا من بعد حتى طيب من تحت نشوف بلي نشفو هادو باش نحيلو هذا اللي من الفوق هكا باش دي تاني شويه تنشف لي ما تبقاش بيضه في الوسط ما حبيتهاش بيضه وما تكون شويه صفراء هكا كنت الحموريه شابه. دوكا نزيد تاني هادو هادو ماشي بالحلال هاك هذا ماشي بالحلال هنا كفاية كاع نرميها في هاد العجينة نوريكم شوية ندير لي بتيت بولات هكا هادو ساهلين بزاف بزاف هايليك نبدا نطلع حتى الفوق هايليك هكا فوالا نطلع مليح لي كوتين ما نديرهمش بزاف رقيق تاني سينو يتكسروا لنا ونسيي نحي هكا زياده نزيد لكم لا دوزيام هاديك سيي ندير بزوج صباعتي ندور باش نخدم بالخف باش ما نكونش ثقيله. الفور راني شعلتو 180 درجه ما نقدرش نقول لكم 20 مينوت ولا حتى تشوفوا لي كوتي كاع سفوله شويه لا كوتي تاع لاباط شويه طايحه لا دوغور نشعلو لها من الفوق نحيل هذاك الكاغط فوالا لازم الحواف يكونوا شابينه هكا سيي ندير هاك باش تجوني كاع ليس هكا فوالا انا درت لكم دوزيام دوك هاد الكاغط كيما اللي درنا هاد الكبيره هاني فوالا باش ما تهبطليش لي كوتي هايلي بلا ما نتقبوها بلا فرشات لا ما والو سيري نشوف منعجبوش بزاف نحطوها غير هكا نسيو نعجبو شويه ماشي بزاف لي كوتي باش ما تهبطلناش نزيد لا دوزيام باش نشد الوسط بلا ما نديرو هاديك اللوبيا كاع الحميصة فوالا دو كي نكمل كاع نديروهم في الفرن ونولي لعندكم. أنا وليت لعندكم حبيباتي هنا عندي حنسخنها لاكخيم فخاش هاد القرعة أنا وزنتها باش نعطيلكم الميزان قيس 240 غرام وهنايا عندي زوج طابليطات تاع الشوكولا امباسادور في الوقت باش تجيكم الغناش غنديرو الغناش وهاديك لا لي طاح هادو كي طيبتهم ما تخلعكمش هاديك راهي مشقوقه باسكو كي غلفتها بهداك البابي كويسون دوك نحط هادي تسخن وميم طون نكوبي لها كاع هاد الشوكولا معاها باش تذوب نحطوها ماشي اوغا ماغي فوق النار مي لو فو موين متوسطه هاديك درت جوج طابليطات شوكولا نوار فوالا من هاد النوع هاديك هكا وقلت لكم زدت هنايا 240 غرام تاع كريم فخاش هاد القرعه دوك نحطوها تسخن باش تذوب ونولي لعندكم باش نحطوها هنايا هايليك حبيباتي بعد ما دابت هاديك لاكخيم فخاش مع الشوكولا هاديك كيفاش ولات هاديك باش نوريلكم دوكا حنايا القاعدة هنايا واش حندير درت نيسلي هاوليك نسبق بشوية نيسلي من تحت ها
ماما نديرو غير كوش رقيقة باش يخشينا. تجيكم روعة بنينة ما نقولكوش، جربوها ورجعوا لي بالخبر. هاي اللي قدرت ينكش ماشي إيباس، تشوفوا اللي ما يحبش هكا. بصح هي ماما تجي مع النسلي اللي تجيب لينا خير. تجي حنقول لكم تقدروا ديروا معجون كل واحد واش يحب. وهنا تاني ندير شويه هنا مغرفه ماشي معمره بزاف. هاي اللي ديرهم كاع هادو لي ميني طارت. علاش درت لكم وحده كبيره؟ اللي ما عندوش ليمون هكا صغار يقدر يكتفي بهاد المول كبير. باسكو علاش هاد الكاناش تجيكم شويه مره مع شوكولا نوار. نقصلها شويه هادي بيت. نكوبي لكم الفيديو، حبيت هكا نطول شويه باش نوريكم كاع مليح. شفتوا كي درت البابي كويسون هذاك ما هبطوليش في لي كوتي، ولا بات ما نقولكمش راهي مبسله الله روعه. فوالا وهنا نغطيوه باسكو بالخف ينشف. فوالا ودوك نولي لهنا شفتوا معايا كيفاش غندير هذيك الكاناش. هنديرو من الفوق النسلي شعليهم بعد نمسحو سي با غراف. هاديك دوكا تلقاوها كسائلة بصح من بعد كي تبرد كي نحطوها في فخيجيدار تولي شادة روحها. هاديك تجيكم روعة إكسترا. نولي لعندكم كي نكمل كاع ان شاء الله. هاي ليك حبيباتي، من بعد ما فرغت هذيك الكاناش درت هذاك النسلي من تحت كاناش خليته شويه يبرد. هاي ليك هاهم لي كيفاش ديكوريتهم. دوك هنا نديرو لا شونتيي ديكوراسيون الاخرانيه. اللي ما يحبش يدير لا شونتيي يقدر يدير لي زامون دي فيلي، كل واحد كيفاش يحب. هاي ليك عندي كاس تاع لا شونتيي لا بودغ، ونزيد معاها كاس تاع اليوم. دوك نخلطهم ولا شتها بزاف خشينه نزيد لها شويه الماء ونولي نوريكم. نكملو دوكا هكا بسم الله. هاي ليك لا شونتيي اللي طلعناها، كاس تاع لا بودغ تاع لا شونتيي بكاس تاع الماء. فوالا طلعناها تخي تخي بيان. هاي ليك دوك حنديرها في هاد لابوش. هاي ليك زيتاب. هاي ليك حنديرو لها هكدا باش متتفرغناش حتى نعمروها كاع ونفاصونيوه مليح. فوالا هاي ليك بعد عمرت لابوشات تاعي. هاوليك سنان حبيتو صغار حبيتو كبار، هداك يرجع ليكم. هاديك فوالا دوك نوليو هادي كبيرة. نديرو القاعدة قبل الوسطانية هاديك. كي نكمل نولي عندكم ان شاء الله خياتي. فوالا هاي ليك حبيباتي، من بعد ما طابو لي ميني طارت تاوعي ميني طارتلات
وهنايا درت لكم وحده كبيره دوكا نتوما كيش حبيتو. وهنا لاباط جات روعه بريزير الله الله. راني وريت لكم كيفاش باش ما يهبطوش هادو لي كوتي بهذاك بابي كويسون. شوكولا غناج وزدت لها لا شونتيي هذا يرجع ليكم حبيتو ديروا لها لي زاموند افيلي ولا شويه لا ديكوراسيون حاجه واحده اخرى هذه ترجع ليكم. هذاك هذاك لي ميني تارت تانيت هايلين شابين صغار افيك لي زانيفيرسير هنا حاجه كبيره تاع العائله بصحه والراحه. ديروا لي جيم وبارطاجيو ابونيو وديروا لي تعليقات باش نشوفوا لي عجبوكم واش نطيب لكم. بصحتكم حبيباتي.